أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من هذا الصرح، من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، هذا اللقاء الدعوي الثقافي هو اللقاء الأول في اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يقام بمسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بالقاهرة. ولقاؤنا اليوم أيها الأحبة، ونحن نحتفل ونحتفي بهذه الأيام والليالي الكريمة المباركة، أيام وليالي شهر رجب المحرم، واليوم يدور اللقاء حول الإسراء والمعراج ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور حسن شحاتة عثمان، ونختتم هذا اللقاء بابتهالات، ثم نستمع إلى كلمات العلم من علمائنا الأفاضل الأجلاء، علماء الدعوة الإسلامية ببلادنا الحبيبة مصر. نستمع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والذي ارتقى عدة مناصب من رئيس قسم إلى وكيل كلية إلى عميد كلية إلى الكثير من المناصب الإدارية، وهو أيضاً عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ثم نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل سيد خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. هذا العالم الجليل فضيلة الدكتور محمود خليل، وأحد قادة وزارة الأوقاف ومن مفكريها. أيها الأحبة، ونحن في هذا الصرح العظيم حقا الفخر، مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بالقاهرة، يحضر هذا اللقاء
جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر، كما يحضر معنا كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يحضر معنا فضيلة الشيخ الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير إدارة الإدارات بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ ربيع اللبيدي، مدير التفتيش والمتابعة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط، مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وفضيلة الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء، والذي أمنا في صلاة العشاء. وأقدم له ولجميع العاملين في هذا المسجد خالص الشكر والتقدير على حسن التنظيم وعلى ما رأيته ولمسته من أنشطة دعوية وخدمية في هذا المسجد وهذا الصرح الكبير الذي تفخر به مصرنا الحبيبة. يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي أعضاء مجلس إدارة مسجد السيدة فاطمة الزهراء، وجمع غفير من رواد هذا المسجد العامر جاءوا في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي وأيام شهر رجب المحرم، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء وعلماء مصر، علماء الدعوة الإسلامية حفظهم الله تعالى بحفظه، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء وإلى الابتهال. حسناً تفعل وزارة الأوقاف عندما تقيم هذه الأسابيع الدعوية الثقافية التي تجوب مساجد جمهورية مصر العربية لتنشر الفكر الوسطي وتنشر الوعي والثقافة وسماحة الدين الإسلامي الحنيف. فتحية إجلال وتقدير وتعظيم إلى جميع القائمين على هذا العمل الطيب، ونتقدم بالشكر إلى مولانا سبحانه وتعالى على أن عادت مساجدنا، مساجد مصر العامرة، عادت لتؤدي رسالتها الدعوية والخدمية على أكمل وجه. تعمر مساجد مصر بالصلاة وبتلاوة القرآن وبمقارئ القرآن المنتشرة في جميع مساجد مصر، المقارئ العامة والمقارئ النموذجية التي تقام في مساجد مصر الكبرى، فضلاً عن إقامة حلقات الذكر ومجالس العلم، مجالس الفقه، مجالس الحديث، والكثير والعديد من الأنشطة الدعوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساجدنا دوماً عامرة إلى قيام الساعة، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظ علماءنا الأجلاء الأفاضل بحفظه، وأن ينزل علينا الأمن والأمان والسلام والرخاء، وأن يرفع الوباء
عن أنحاء العالم أجمع. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، دوماً نبدأ اللقاء بأطيب الذكر وبأحلى الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور حسن شحاتة عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله العظيم. وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور حسن شحاتة عثمان، وكانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة وتظللنا ذكرى إسراء ومعراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقاء اليوم في هذا اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي يقام في هذا المسجد العامر يدور حول الإسراء والمعراج ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، يحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وجمع غفير من رواد هذا المسجد العامر المبارك وهذا الصرح الفخم الكبير.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظ لنا مساجدنا، اللهم آمين. الآن نستمع إلى أولى كلمات العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن حادث الإسراء والمعراج حادث مهم في تاريخ الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه أخص، ومن يريد أن يفهم حقيقة هذا الحدث لا بد أن يراعي ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الخوض في حادث الإسراء والمعراج يجب أن يبدأ من كونه معجزة هيأها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتكون تأييداً له وتصديقاً لدعوته في وقت من مراحل دعوته كان بحاجة إلى هذا التأييد. ومعنى أنه معجزة أنه لا يجوز أن يخضع في تقييمه وفي فهمه وفي تقديره لمقاييس البشر العادية التي تخضع لأسباب البشر، وإنما يجب أن يكون محكوماً بقدرة الله الذي لا تحدها قدرة. فإذا قال الله إنه قد نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظة، وانتقل به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في لحظة، فإن ذلك بمنطق المعجزة وليس بمنطق الأسباب العادية التي يقيس بها البشر أعمالهم وتصرفاتهم، لأن الإعجاز هو أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من الأنبياء تأييداً لدعوته وتأكيداً بأنه رسول الله حق. معنى أنه معجزة أنه لا يجوز أن يخضع لأسباب البشر العادية، ولا يجوز حتى بالمقاييس الوقتية أن نقال أن نحاول تقريب فكرته للناس بتلك المخترعات الحديثة. فيقول قائل مثلاً إن الصواريخ أو إن الطائرات تمخر عباب الهواء وتصل هذه المسافة في لحظات، فليس بمستبعد على الله عز وجل. هذا منطق طفولي في تصور معنى المعجزة، ولذلك لا يجوز أن نفهم الإسراء والمعراج إلا أنه معجزة، حتى ولو ظهرت من وسائل البشر العادية ما يمكن أن يخترق هذه المسافة، فإنه لن يوجد أحد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا يوجد شخص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أمر الإسراء والمعراج لا يخضع لمدارك البشر العادية، ولذلك نجد القرآن الكريم عندما تحدث عن حادث المعراج تحدث عن أمر لم يره البشر ومشاهده لا يمكن أن تتصورها عقول البشر لأنهم لم يتهيأوا بعد لإدراك هذه المعاني. فلا يوجد أحد مثلا انتقل إلى العالم الآخر ثم عاد إلينا ليقول لنا إن هناك عذاباً لونه كذا وشكله كذا، وأن تنفيذ العذاب على المرابين وعلى العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون، وعلى وعلى من المشاهد القرآنية والمرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الأمر لم يحدث أن رآه أحد حتى يرجع إلينا ويحكي لنا بأمور الحس العادية التي منحها الله لنا. ولذلك عندما نحاول أن نتخوض في باب الإسراء والمعراج فعلينا أن ندرك ذلك من باب التذوق الذي لا يمكن أن يتصوره عقل بشر إلا من باب الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الوحيد في خلق الله عز وجل وبين أنبياء الله هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هيأ الله له هذه المنزلة، فكشف له غيبا لم يكشفه لأحد قبله ولم يكشفه لأحد بعده. الله تبارك وتعالى طوى له الزمان طيا، فعاد إليه سيرة الأنبياء السابقين نحكي قصصهم في القرآن الكريم كأننا نعيش معهم ونعلم أحوالهم ونعلم ثقافاتهم ونعلم مواقفهم معرفة تفصيلية كأننا كنا نعيش معهم. ثم نتأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرج به إلى السماوات العلى، فنجد أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد لنا معنى من المعاني التي تدخل في الإيمان بالغيب. والذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤمنون بالله إيمانا حقا، فهم لا يتشككون في وجود الله، ويؤمنون بأن الله عز وجل إذا قال لهم إن هناك حياة آخرة فهذا حق لا يعتريه باطل، وأن هناك حسابا وأن هناك صراطا وأن هناك ميزانا. كل هذه الحقائق التي أخبر القرآن الكريم عنها وجاءت من ضمن مكونات الإيمان أراد الله تبارك وتعالى أن يثبتها لنبيه عيانا جهارا ليعايشها كما سنعيشها يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى ويوم الحساب ويوم العرض على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين نتأمل حياته في هذا الوقت الذي أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى كان بحاجة إلى هذه اللفتة الإلهية، كان بحاجة إلى هذه المنحة الإلهية. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وهو في نفس الوقت بشر، ولو لم يكن بشر ما كانت القدوة به من البشر الذين أرسل إليهم ممكنة، ولذلك جعله الله بشرا يسري عليه ما يسري على البشر، وكان بمقدور الله أن يحفظه من الضر وأن يقيه مكر الماكرين وشر الأشرار، ولكن الله تبارك وتعالى أن يجعله آية للبشر وآية للعالمين حتى يقتدوا به في سرائهم وضرائهم. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض قبل الإسراء والمعراج لأحداث جساء، ولو أن أحدا كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم لسأل نفسه، هو بشر الرسول وهو خير خلق الله وهو الذي يوحى إليه من الله، هل من الممكن أن يتعرض من بلغ هذه المنزلة لضر البشر حتى يفعلوا به ما فعلوا به صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج؟ يطاردونه من مكة فيذهب إلى الطائف علّه يجد متنفسا كريما في هذا البلد، فإذ بأهل الطائف يكون قد سبقهم خبر من مشركي مكة ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم استقبال العدو الغازي المعتدي، فإذ بهم يستعدون لهذا اللقاء ليس بما يستعد به الكرماء لمقابلة ضيف كريم، ولكن بأتعس ما يواجه به شخص أغروا به السفهاء والعبيد ليقذفوه بالحجارة وليطاردوه حتى يمنعوه من دخول الطائف، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مأوى ولم يجد مكان يستظل به ولم يجد أحدا يرحب به بكلمة طيبة، حتى أغرى به السفهاء وأدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وإلى أن طورد منهم وخرج إلى أشراف الطائف فوجد شجرة أراد أن يستريح تحتها وأن يراجع نفسه. نتأمل الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فنجد أنه كان يعكس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي أحسه والذي أتصوره والذي أود أن أعبر به لحضراتكم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بما يشعر به البشر العادي من انكسار وهزيمة من أناس
ظن أن عندهم الانتصار وأن عندهم جبر الخافر، فإذ به يجد هذا الرد المهين، فيخلو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ويدعوه مبتهلا متوسلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإذ بعد هذا الدعاء يأتيه عبد نصراني يسمى عداسا من نينوى، فكأن الأقدار قد أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم له طعاما أو فاكهة، كأنها تحية أراد الله عز وجل أن يحييها بها، أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت عزاء له. لكنه لم يلبس حين توجه إلى مكة أن وجد الطريق مغلقا أمامه، فالمكيون الذين وقفوا ضده عملوا حاجزا بينهم حتى لا يتمكن من العودة إلى مقر إقامته، ولكم أن تتصوروا قسوة هذا الموقف. فإذ بالعدي بن مطعم هو ولم يكن مسلما ولم يكن قد أسلم، لكنه بنخوة العرب وبشهامتهم وحبهم للمعروف الفطري ضمن محمدا صلى الله عليه وسلم وآواه وناصره في دخوله إلى مكة، وأمر أتباعه والمشركين أن من يقرب محمدا بسوء فأنا خصمه، وكان مسموع الكلمة مرغوب الجانب في قومه. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، ولكنه دخلها دخولا من لا يجد عونا إلا من الله تبارك وتعالى، كأنه كان في مرحلة إعداد من الله عز وجل. حدث أيضا في هذا الوقت أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم نصيرين، كان أحدهما نصيرا له في بيته وفي حياته، ولا ننسى أن الزوجة نصيرا يؤازر الزوج في أحلك المحن، ويجب أن يكون الأمر كذلك، وأن يتخذ الرجال من زوجاتهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من خديجة رضي الله عنها، حتى تعود علاقة الوئام والود في البيت المسلم وفي الأسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من خديجة ما يجده الابن من أمه الحنون الرؤوم، كانت تؤازره وتناصره وتشجعه وتقف أمامه، وإذا حدث له أمر من الأمور كانت تصرفه عنه وتأخذ بيده إلى عنان السماء، فكانت نعم النصير ونعم المعين ونعم المؤادر وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي سبق، في نفس العام الذي حدث فيه الإسراء والمعراج، يبتلى من الله تبارك وتعالى بفقد زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ويصاب في أزيره أو في مناصره أو نصيره في البيت، فيشعر بفجوة كبيرة ويشعر بألم كبير. ثم مات عمه أبو طالب وقد كان نصيرا له ضد قريش في الخارج، فكأنه بهذا الأمر فقد نصير الخارج ونصير الداخل، ولم تبق له إلا إرادة الله عز وجل. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في خلوة من أمره يراجع حاله وما حدث من المشركين وما حدث له في زوجه وعمه أبو طالب، وإذ به يفيق على نداء السماء، كأن الله عز وجل أراد أن يقول له كما قال شاعر يصور هذا المعنى: ضاقت عليه الأرض وهي رحيبة، وبات حزينا قلبه يتفطر، فنادت سماء الله: لا تأس إنني أحن إلى لقياك والشوق يغمر. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ولما أسري به من مكة إلى بيت المقدس صلى بالمرسلين إماما. هذه الصلاة تدل على وحدة أديان السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأن دينه هو الدين المهيمن على كل الشرائع السابقة، فهي لا تتصادم وإنما تتعاظم.
وأخوة الإنسانية سابقة بين خلق الله عز وجل على أخوة الدين، فإذا قعدت أخوة الدين على استيعاب البشر تبقى الأخوة الإنسانية قائمة. وصدق الله العظيم حين قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى القرآني أراد الله تبارك وتعالى أن يؤكده لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى وصلى بالمرسلين إماما، فكأنه إمامه، وكأن دينه هو الدين الخاتم، وكأن شريعته هي المهيمنة على شرائع السماء، وكأن شرائع السماء وإن اختلفت فيما بينها إلا أنها تتفق في هدفها، وهي حماية الإنسان والانصياع لله الواحد الديان دون أن يتصارعوا ودون أن يتقاتلوا ودون أن يصل العداء الديني بينهم حدا يفرق بينهم. ثم لما عرج به إلى السماوات العلى، وأنا لا أريد أن أطيل، حكى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد. القرآن الكريم يحكي عن هذا الأمر حكاية قرأت كثيرا من كتب المفسرين فلم أستطع أن أصل إلى تفسير مادي يمكن أن يتصوره الإنسان إلا بالتذوق، لا يمكن أن ولذلك الذين يهاجمون الإسراء والمعراج ويقولون إنه ليس واقع هم أناس فقدوا حاسة الفهم والتذوق لأنهم لم يمنحوا هذه المقدرة. تأمل حديث القرآن الكريم واقرأ كتب التفسير، لا تجد مفسرا استطاع أن يقول إن الماء هو ذلك الذي المكون من كذا وكذا والموجود في هذه الجلد، أن المسجد هو ذلك البناء، لأنه لم يرى هذه أمور لا ترى، وإنما يقذف الله بمعناها في القلب ويقذف بنورها في القلب. تأمل حديث القرآن الكريم عن المعراج، لأنه أمر إحنا لم نعطى بعد أداة الاستيعاب والفهم والتصور لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيناش فينا الإمكانيات دي. فكان القرآن الكريم يعالج فينا هذا الضعف ويعطينا الإشارات التي تدل على أنه حقا من الله تبارك وتعالى، أنه حق من الله تبارك وتعالى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كأنه حين قال ذلك هو ليس محتاجا إلى أن يكذب عليكم أو أن يقول لكم كلاما لم يحدث، ليس هو بحاجة إلى ذلك الأمر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كيفية الاستواء وأين هو ومكانه الله أعلم به، لا يعلمه إلا الله. ومن وصاحب هذا الحدث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن بيعالج فينا هذا الضعف. النبي يعلمه علم اليقين، كأننا نرى هذه السماعة وكأننا نرى أنفسنا، النبي يعلمه كذلك. ولكن هل بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر ومرسل لبشر أن ينقل هذه الصورة لنا؟ إننا في حياتنا إنسان الأمور الذوقية لا يمكن أن تحكى باللفظ العادي، الأمر الذوقي لا في دنيانا اللي احنا عايشينها لا يمكن أن يحكى بالذوق العادي. وإلا أستحلفكم بالله، من الذي يستطيع أن يحكي طعم التفاح لمن لم يأكل التفاح؟ من الذي يستطيع أن يحكي طعم الحلوى لمن لم يتذوق الحلوى؟ من الذي يستطيع أن يصف حب الأبناء لمن لم يرزق بالأبناء؟ من الأم التي تستطيع أن تصور معنى الأمومة لمن لم ترزق بالولد؟ لابد أن يعيش الإنسان هذه اللحظة حتى يتصورها، لابد أن يحب حتى يتصور معنى الحب، لابد أن يأكل التفاح حتى يتصور معنى التفاح. وأنت إذا ظللت يوما كاملا تصف في طعم، أذكر وأنا طالب في السنة الأولى الابتدائية جاءنا سؤال يقول صف الجمل واذكر فوائده، صف الجمل اكتب بها في الجمل في وصف الجمل، كان من أصعب الامتحانات، كان في موضوع الإنشاء أو التعبير. لا، هذه أمور ذوقية، أمور عايزة التذوق، عايزة الإنسان الذي يعيش. يعني لو أنت قعدت تصف لواحد لم يرى الجمل، الجمل معناه كذا ورأسه كذا وعنقه كذا، لن يتصور حقيقة الأمر إلا إذا رآه، ولن يتصور طعم اللحم إلا من يذوق اللحم. هذه أمور ذوقية لابد فيها من المشاهدة، ولذلك كان منهج القرآن الكريم هو منهج التقريب لهذا الأمر. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هي سدرة المنتهى وما هي جنة المأوى؟ سدرة المنتهى هي التي رآها محمد صلى الله عليه وسلم. جنة المأوى ما هي؟ شكلها إيه؟ لونها إيه؟ هي التي رآها محمد صلى الله عليه وسلم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أنا ألخص حادث المعراج في أمرين: أن الله تبارك وتعالى كرم محمدا صلى الله عليه وسلم بما لم يكرم به نبيا من قبل، وبما لم يكرم به بشرا من قبل ولا من بعد. لأن الله تبارك وتعالى أطلعه على علوم الأولين، وأطلعه على علم ما سيأتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة العطرة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن إسراء ومعراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن الأسباب التي دعت إلى إسراء ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما واجهه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مواقف مؤلمة من صناديد مكة وأهل الطائف. كما وضح فضيلته معراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال سورة النجم، وفي ذلك أكبر الرد على منكري المعراج، وما كان فيه من مشاهد من قبل المولى سبحانه وتعالى لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما زلنا معكم في هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن الأسبوع الأول، ضمن اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الذي يقام في هذا المسجد العامر. فهذا هو اليوم الأول من الأسبوع الدعوي الثقافي، ويمتد إن شاء الله اللقاء إلى نهاية هذا الأسبوع. أيها الأحبة، مثل هذه اللقاءات التي تقوم على رعايتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، تنشر الوعي والفكر والثقافة، وكل ذلك يؤدي إلى تنمية المجتمع وتقدمه، ونشر الأمن والسلام والوئام والترابط والتماسك والاصطفاف في المجتمع. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمة العالم الجليل، أحد قادة وزارة الأوقاف ومفكريها، فضيلة الدكتور محمود خليل سيد خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. سبحان من رفع نبيه فوق الأكوان والأملاك، وأسجد من خلفه
الرسل والأنبياء والأملاك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم شمس الهداية وبذرٌ هدى الله به من الضلالة، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأتباعك إلى يوم الدين وبعد. فإنني أتقدم بالشكر لله عز وجل ولما تقوم به وزارة الأوقاف من نشر مثل هذه الأسابيع الدعوية الثقافية، ومن دواعي سروري وشرفي أن أكون جالساً على هذه المنصة بجوار أستاذي وأستاذ أساتذتي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار والدكتور أحمد القاضي، لهما مني كل الاحترام والتقدير، وللحضور الكرام وللقائمين على شؤون هذا المسجد جزى الله الجميع خير الجزاء. أعود وأقول إن حادثة الإسراء والمعراج ليست حدثاً عادياً فردياً يمر مرور الكرام كل عام، بل إنه يحتوي على الإشارات العميقة والحكم الدقيقة التي تنبئ بأن الله عز وجل أراد من هذه الحادثة أن يوصل للعالم وللبشرية رسالة. فتتضمن حادثة الإسراء والمعراج وتشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام القبلتين، وهو إمام المشرقين والمغربين، وهو الذي ورث الأنبياء من قبله، وإمام لمن أتى من بعده صلى الله عليه وسلم. فكان اجتماعه بالأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج إيذاناً بعموم دعوته وخلود إمامته وعظمة أمته وأهمية شريعته التي تتلاءم وتتواءم مع كل زمان ومكان. من هنا أيها الأحبة الكرام، حق لنا أن نتساءل لماذا كان الإسراء ليلاً ولم يكن نهاراً؟ الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، فلماذا اختص الله عز وجل الليل؟ لأن الليل هو موعد المحبين، ولأن الملوك لا يدعون إلى خصوصيتهم بالليل إلا من كان أهل القرب وأهل الحب. والله عز وجل أكرم بعض أنبيائه ورسله ببعض الكرامات بالليل، فلما نجى الله موسى من الغرق وشق له البحر وانفلق له الماء كان بالليل، فأسر بعبادي ليلا. ولما نجى الله عز وجل لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولما أراد الله أن يمن على إبراهيم بكمال الحكمة واليقين فلما جن عليه الليل، لما أراد الله أن يفتح له الأبواب ليريه ملكوت السماوات والأرض فلما جن عليه الليل، والله عز وجل أمر نبيه محمدًا فقال يا أيها المزمل قم الليل. وكما قال أهل العلم اختصاص الليل بالإسراء والمعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سراج، والسراج لا تكون شدة ضوئه إلا بالليل، وقالوا بأن النبي بدر والبدر لا يظهر حسنه وتمامه إلا
في ظلمة الليل، إلى آخر الحكم التي ذكرت من أجل اختصاص الليل ليكون زماناً لهذه الحادثة العظيمة. والله عز وجل أراد أن يظهر لنا من خلال هذه المعجزة التي هي معجزة حسية ومعنوية، لأن الله عز وجل أراد أن يهيئ نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لما هو مقبل عليه بعد ذلك. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بعام، فأراد الله عز وجل أن يثبت فؤاد النبي وأن يطهر قلبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما هبط النبي ولما عاد من رحلة الإسراء والمعراج كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً. لماذا؟ لأنه رأى صلى الله عليه وسلم، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، ورأى ما أعده الله عز وجل لأهل الكفر والشرك والعصيان، رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك الله عز وجل أراد أن يبين لأمتنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبينا نبي معظم، نبي مكرم. كانت ليلة الإسراء والمعراج لبيان منزلة النبي عند الله، فالليلة كانت للمناجاة، كانت للأنس، كانت للقرب. الله عز وجل لما أراد أن يناجي موسى وأعده 40 ليلة، أما سيدنا محمد أخذه من الفرش إلى العرش، لم يمهد ولم يجعل له ميقات ولم يحدد له ميعاد، فشتان شتان بين المقامين، بين من أخذه الله عز وجل من الفرش إلى العرش وبين من واعده ربه 40 ليلة. موسى لما وصل إلى جبل الطور قال له ربه: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. ولو قارنت بين لفظة لن تراني وبين ما كذب الفؤاد فهمت معنى الفؤاد الذي وصل إلى ما هو أعلى من سدرة المنتهى، إلى بساط أنس الله عز وجل، إلى أن سمع صوت صريف الأقلام. هذا المقام المحمود وهذه المنزلة الرفيعة وهذا الذي وصل إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمة محمد بأننا أمة مجبورة الخاطر، أمة حق لنا أن نفخر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من دواعي سرورنا ومن دواعي عزنا ومن دواعي فخرنا وشكرنا لله عز وجل أن نجدد العهد مع الله، أن نجدد العهد مع الله عز وجل. وكما عرج النبي ووصل إلى المنازل العلى، علينا أن نعرج إلى ربنا في كل صلاة، لأن الله أهدانا هدية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. إذا أردت أن ترقى وإذا أردت القرب فإن النبي قد اقترب ليلة الإسراء والمعراج، فاسجد كما اقترب النبي وكما ازداد النبي رفعة، اسجد بقلبك لله عز وجل حتى تصل إلى بعض ما وصل إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقابل النبي في ليلة الإسراء والمعراج إخوانه من الأنبياء والرسل، قابل موسى وقابل عيسى وإبراهيم،
ومن الحكم واللطائف والأسرار التي ذكرها أهل العلم أن كل سماء كان فيها نبي معين، مع أن الأنبياء كثر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولكن لما عاد النبي من ليلة الإسراء والمعراج قص لنا بعضا مما رآه، ولم يذكر كل ما رآه صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه رأى إبراهيم ورأى يوسف عليه السلام وموسى وعيسى وإدريس. يقول أهل العلم اختص الله هؤلاء على وجه الخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث معه مثل ما حدث مع هؤلاء بالذات، ما حدث مع إبراهيم حدث مع سيدنا محمد، ما حدث مع عيسى حدث مع سيدنا محمد، ما حدث مع موسى حدث مثله ما حدث مع سيدنا محمد إلى آخر كل من رآهم صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، فليس المجال يسمح للحصر، ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، انظر إلى حال النبي وهو يدعو: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. انظر إلى غمرة الأسى والحزن والآلام النفسية والجسدية التي كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرض للإيذاء اللفظي والنفسي والبدني، وأوذي في عرضه وأوذي في جسده صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. بعد هذه المراحل من الإيذاء والسخرية والاستهزاء والمؤامرة على قتله صلى الله عليه وسلم، يمكنه الله ممن فعلوا فيه ذلك، فماذا قال لهم بعدما فتح مكة وبعدما دخلها فاتحا بطلا مظفرا منتصرا؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، هذا مثل ما حدث مع يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا فعل الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأطلعه على الملكوت الأعلى، وتفقد صلى الله عليه وسلم بعض أحوال أهل الآخرة من نعيم أهل الجنة ومن بعض عذاب أهل النار، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأمراض الاجتماعية كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والزنا واقتراف المعاصي والذنوب رأى النبي عقابها، ثم نزل النبي محذرا ومبشرا. فما أجمل أن نجدد العهد مع الله وأن نعرج لربنا مع كل صلاة حتى نتذكر معراجه، وحتى نتذكر قدره، وحتى نتذكر منزلته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واقبلنا ولا تطردنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء، وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. هذه هي بلادنا الحبيبة مصر، وهؤلاء هم علماؤها. نسأل الله تعالى أن يحفظهم بحفظه، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، بل وسائر بلاد العالمين. أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة
المباركة الطيبة من فضيلة الدكتور محمود خليل سيد خليل العالم الجليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن الإشارات التي كانت تواكب رحلة الإسراء والمعراج، وتوقف بنا فضيلته عند لفظ ليلاً في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً. توقف فضيلته عند زمن ووقت الإسراء والمعراج، حيث أجاب عن التساؤل: لماذا كانت تلك الرحلة ليلاً؟ كما تحدث فضيلته عن مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، وعن تكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل المولى سبحانه وتعالى في هذه الرحلة المباركة، وأيضا تحدث عن مقابلة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنبياء الله عز وجل تكريماً له، وما رأى الحبيب المصطفى من مشاهد في هذه الرحلة المباركة. ذكر فضيلته بعضاً من هذه المشاهد لضيق المقام، فالمقام يتسع لمحاضرات ولقاءات كثيرة حول هذه الرحلة الطيبة المباركة المعجزة، رحلة إسراء ومعراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ويستمر اللقاء إن شاء الله حتى نهاية هذا الأسبوع في هذا المسجد العامر المبارك. أيها الأحبة، قبل أن نصل إلى مسك الختام، إلى الدعاء وإلى الابتهال، وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد التواب، يود فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار أن يعقب في دقائق قليلة حول معراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أفاض في كلمته الأولى عن إسراء ومعراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنستمع إلى هذا التعقيب من فضيلته. والحقيقة أنني أردت أن يكون هذا اللقاء فرصة للتنبيه على بعض الشبهات التي تثار حول هذه المعجزة الكبرى، ومنها ما حكاه القرآن الكريم حين حكى عن قصر نظر بعض من تصوروا أن هذا الأمر المعجز الخارج عن قدرات البشر حين تصوروه رؤيا منامية، فقال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهم بذلك يريدون أن يتصوروا أو أن يصوروا للناس أن هذا الأمر كان أمرا في يأتي في المنام كما يأتي لأي إنسان. وهذا الأمر وإن كان يرده ويبعده ويضحضه أن رؤيا الأنبياء وحي، إلا أن الأمر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رؤيا، لم يكن رؤيا، ولكن الله تبارك وتعالى حكى هذا الأمر على سبيل المشاكلة،
فكأن عقولهم حين قصرت عن تصور معاني الإسراء والمعراج بعظمتها وكمالها وجلالها وفيوضات الله فيها، لم يبقى أمامهم إلا ذلك التفسير القاصر الذي لا يعرفون سواه، وهي الرؤيا المنامية. فالقرآن الكريم حين قال ذلك لا يعني أنه يقر هذا المعنى الذي أراد بعض السفهاء أن يتصوروه، وهو أنه كان مجرد رؤيا منامية، وإنما أراد أن يحكي ما قالوه على سبيل المشاكلة. ثم يؤكد ذلك أنه أن الحادث أو أن المعجزة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حين حكاها كانت كالزلزال، والله تبارك وتعالى يتعهد أمة الإسلام ويتعهد المدعوين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمحص دائما قلوبه، لأن الله لا يستجدي الإيمان من عباده، الله تبارك وتعالى لا يفرض الإيمان على عباده. ولذلك بعض من استمعوا إلى هذا الأمر لم تتصوره عقوله، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، ووصل سوء ظنهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم حداً أراد الله تبارك وتعالى أن يكشفهم به أمام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمام الخلق كافة. إن حادث الإسراء والمعراج لم يكن رؤيا منامية، وإنما هي حقيقة دينية، حقيقة إلهية. إذا كانت بعض العقول قد عجزت عن تصورها فلتعالج نفسها ولتقترب من الله تبارك وتعالى، فإن القرب من الله تبارك وتعالى هو المدخل لفهم هذه الأمور التي لا يتصورها إلا المصطفون من عباد الله عز وجل. أنا في ختام هذا اللقاء بأود أن أشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا النشاط الدعوي المتميز والمتفرد، والذي يعم مساجد مصر كلها في مختلف أنحاء الجمهورية دون تمييز بين مكان ومكان، ودون تفرقة بين مسجد ومسجد، فقد عم خير هذا الرجل في كل بيوت الله تبارك وتعالى. أدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده توفيقاً، وأن يوفق هذه الكتيبة العلمية أو الكتائب العلمية التي تعمل بجوار وزير الأوقاف، وهم دعاة وزارة الأوقاف وعلماؤها ورجالها الذين نفخر بهم ونعتز بهم وبعلمهم وبأخلاقهم وسلوكهم، والذين فعلا استطاعوا أن يطوروا الدعوة في مصر وأن يغيروا وجه الدعوة في مصر، حتى صارت مصر علما على رعاية دعوة الله تبارك وتعالى والدعوة الإسلامية، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي كله وفي العالم الإنساني كله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء. أدعو الله، اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا. كل الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار على هذا التعقيب حول هذه المعجزة، معجزة إسراء ومعراج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أراد في تعقيبه في الكلمة التي استمعتم إليها أن يبين لمن زعم أنها لم تكن بالروح والجسد، إنما كانت رؤيا منامية، فوضح فضيلته ورد على هؤلاء الزاعمين. والآية القرآنية ترد، يعني لو كانوا يفهمون اللغة العربية لفهموا لماذا قال المولى سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، لماذا قال سبحان؟ وكلمة سبحان لا تأتي إلا في أمر عجيب، فلو كانت
رحلة الإسراء والمعراج رؤيا منامية، فما العجب في ذلك؟ كلنا نرى في منامنا. إنما كانت رحلة الإسراء والمعراج كما تفضل فضيلة العلامة بالروح والجسد، بدليل من القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكلمة سبحان تدل على أن هناك أمر عجيب، وهو الإسراء بالروح والجسد. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، نصل إلى مسك الختام، إلى الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد التواب. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك يا الكريم
تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لا 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 لكن نور محمد لن يخسف. نبي الهدى صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا مرافقة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد التواب، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا، من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في افتتاح الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور حسن شحاتة عثمان، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد التواب. وكان معنا من المتحدثين من علمائنا الأجلاء الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان معنا فضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل سيد خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.